اهلا بيكم. فيديو النهارده معانا ماكوت لحام جديده ماركه هاندسكيت، ماركه مشهوره في عالم الالكترونيات والكاويات اللحام والهوت اير. الماكوه اللي معانا فيها تحكم في درجات الحراره. هنشوف هل الماكوه دي ننصح بشرائها وهل هي اعتماديه، وهنشوف الكنترول والتحكم في درجات الحراره والسن اللي بيجي مع الكاويه وسعرها ومكان الشراء، ولكن تابعونا بعد الفاصل. النهارده تجربتنا مع كاوية لحام هاند سكيت، ماركة مشهورة. هنفتح مع بعض العلبة. دي الكاوية زي ما حضراتكم شايفين، هنا التحكم في درجات الحرارة من 200 درجة حتى 450 درجة. بتعمل على 220 فولت وقدرتها 60 واط. وهنا السن بتاعها سن ستانلس او نيكل. الهيتر بيكون هيتر سيراميك زي ما حضراتكم شايفين، وبيعمل عليها اي سلاح كاوية اللي بتكون مع الهوتير. فسلاح الكاوية او سن الكاوية متوفر جدا في المقاس ده. ليه الكاوية اللي فيها تحكم في درجات الحرارة بتكون مهمة؟ لاكثر من سبب. اولا، طبيعة اللحامات اللي بتشتغل عليها، لو لحامات دقيقة ومكونات حساسة بتحتاج درجة حرارة في حدود 300 ل 350 درجة. في حال انك مش بتلحم بشكل مستمر على فترات، يعني كل 5 دقايق ممكن تعمل لحام، فبدل ما تحط الفيشة وتشيلها انت بتظبط الكاوية على 200 درجة، بتكون في وضع ستاند باي، يعني سخنة ولكن مش درجة اللحام. عند الشغل واللحام بترفع درجات الحرارة ل 350 او 400 او 450 على حسب ما انت محتاج في درجات الحراره. طيب، حد ممكن يقول نسيب درجه الحراره عاليه ومفيش مشكله في استهلاك الكهرباء. اولا، هي فعلا هتستهلك الكهرباء معاك لو مشغلها على مدار اليوم، وكمان بيحصل تاكسد لسن الكاويه، وخدنا ده في اكتر من فيديو في طريقه التحكم في درجات حراره كاويات اللحام. هسيب لكم روابط الفيديوهات في الديسكريبشن. اهميه التحكم في درجات الحراره وامكانيه خفض درجات حراره الكاويه ان ده بيحافظ على سن من التاكسد. ثالثا، بيحافظ على الهيتر انه ما يتلفش بسرعه، لان الهيتر لو اشتغل على اقصى درجه حراره لمده طويله السلك اللي مكون منه من ملف الهيتر بيفصل وبيكون عمره الافتراضي قصير جدا. اذا التحكم في درجات الحراره ده مهم جدا انك يكون عندك كاويه فيها تحكم في درجات الحراره. طيب، ده شكل الكاوية. هنا في جزء من الرابر طبعا كويس جدا عشان احكام مسكة الكاوية، والكاوية حجمها مقبول، يعني مش كبيرة ومش صغيرة قوي، فالمسكة بتاعتها مريحة للإيد. والسلك، السلك مقبول يعني مش خفيف قوي، يكون عرضة للتلف السريع ومش تقيل، لأن السلك التقيل بيكون الشغل بالكاوية صعب شوية. ده مانيوال يكون فيه بعض المعلومات عن الكاوية. ليه الكاوية مش محتاجة شرح، كاوية بسيطة جدا. السلك بس ممكن يكون السلك قصير شوية، يعني زي ما حضراتكم شايفين تقريبا طوله متر واحد، فكنت أفضل يكون السلك أطول من كده شوية، ولكن يعني لو الفيشة عندك قريبة للمكتب اللي بتشتغل عليه هيكون الموضوع بسيط وما فيهوش اي مشاكل. هنا في جزء من الرابر برضو للحفاظ على السلك ما يقصفش من عند الكاوية. وهنا التحكم في درجات الحرارة، المفتاح سلس جدا، انا شايف يعني حضراتكم شايفين بصباع واحد بقدر اغير درجات الحرارة، مش محتاج ان انا امسك كده. هنعلي درجة الحرارة على اعلى حاجة 450، وهنشغل الكاوية وهنبدأ نضع. ولازم نجهز معانا قصدير عشان نغطي سن الكاوية، زي ما قلنا في أكثر من فيديو لازم نغطي سن الكاوية أثناء ما هي بتسخن. ده للاستخدام الأول بالنسبة لأي كاوية جديدة أو سن جديد. فهنوصل نشوف مع بعض. في هنا ليد انديكيشن أو ليد بيان بيوضح لك إن في باور واصل، زي ما حضراتكم شايفين بيوضح إن في باور واصل للكاوية. طيب، نشوف درجات الحرارة، وكمان أنا برضو عايز أشوف القدرة. وأثناء ما هي بتسخن دلوقتي نغطي السن بالقصدير، وبرضو هنشوف سرعة
انصهار القصدير على السن زي ما حضراتكم شايفين، تقريبا اقل من دقيقة، ثواني معدودة والمكوة سخنت والقصدير اهو انصهر. اذا الكاوية بتسخن بسرعة، وخصوصا لما تكون على اعلى تدريج في درجات الحرارة اللي هو 450. تعالوا نقيس درجة الحرارة ونشوف. معنا المالتيميتر هنا، هننتظر يعني يكون عدى دقيقتين مثلا على شغل الكاوي عشان تكون خدت اقصى درجة حرارة. نوصل السيرمو كيبل مع سن الكاوية ونشوف. فعلا درجة الحرارة زي ما حضراتكم شايفين وصلت ل 450 درجة. تمام، هنخفض درجة الحرارة من 450، هنخفض مثلا ل 350 كده، وهننتظر لحظات درجة حرارة الكاوية تنخفض، وهنضع السنسور ونشوف هل فعلا الحرارة هتثبت عند 350 ولا لا. نشوف مع بعض. انتظرنا فترة تكون سن الكاوية حرارته انخفضت، تلتمية وسبعين، في حدود 380 درجة. طيب احنا ظابطين على كام؟ على 350 درجة. اذا المؤشر ده، وبرضه لسه هنأكد وهنجرب تاني، المؤشر ده مؤشر يعني حاجة كده تقريبية لأنه مش ديجيتال، وبالتالي درجة الحرارة المسجلة عليه مش دقيقة. ظابطين على 350، وزي ما حضراتكم شايفين الحرارة وصلت ل تقريبا 390 درجة. طيب هنخفض تاني عشان برضو اللي هيشتري الكاوية دي يعرف رينج درجات الحرارة. هنخفض ل 250 درجة وهننتظر دقيقتين الحرارة تنخفض ونقيس هل فعلا 250 درجة ولا برضه هتكون أعلى من كده، ونقدر نحكم هل التدريج ده نقدر نعتمد عليه ولا لأ. هنجرب بعد دقيقتين، المفروض حرارة الكاوية نزلت لي درجة 250 اللي ظابطين عليها. طبعا عدت 250، الحرارة ثبتت عند 285 درجة، يعني نقدر نقول إن في حدود 30 درجة مئوية زيادة عن التدريج اللي مكتوب هنا. وده أنا يعني أعتقد طالما إن التدريج ثابت على ارتفاع درجة حرارة بنسبة معينة، ممكن عشان الجو حر النهاردة ودرجة الحرارة في حدود 30 درجة حاليا الدرجة اللي أنا بصور فيها، فممكن في فترة الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة ممكن تظبط معانا درجات الحرارة وتكون 250 درجة بالظبط. طيب لو خفضنا أقل درجة حرارة، ودي اللي أكتر درجات حرارة بنستخدمها في حالة الستاند باي، بعد دقيقتين تعالوا نشوف مع بعض درجة الحرارة ظابطين على 200 درجة. ميتين وتلاتين، والحرارة ثبتت عند 230 أو 235، يعني نقدر نقول فعلا إن في 35 درجة زيادة عن المؤشر. إذا التدريج نقدر يعني إلى حد ما نعتمد عليه. كده اختبرنا درجات الحرارة، تعالوا مع بعض نشوف اللحامات. هنظبط على 350 درجة وهنشوف حالة السن اللي جاي مع الكاوية. طبعا كان مهم جدا إن احنا نغطي السن بالقصدير زي ما حضراتكم شايفين. شايفين حضراتكم سن الكاوية في جزء مخصص للقصدير لونه زي ما هو، وطبعا لما غطيناه بالقصدير ده حافظنا عليه ان ما يحصلوش اكسدة. طيب تعالوا نجرب نشوف على 350 درجة اداء الكاوية، هنشوف اي لحام تقيل بالشكل ده
طبعا احنا بنجرب على 350 درجة، كاوية شغلها ممتاز اهو، سلك تشال معانا، شوف لحام تقيل كده، كمية أزدير كبيرة، ده على 350 درجة، حرارة الكاوية ممتازة. طيب هنرفع درجة حرارة لأعلى درجة 450، ودي ما بنصحش بيها، يعني شغلك كله يكون على 400 درجة، ولكن 450 دي في لحمات معينة وتخفض درجة الحرارة بعد ما تخلص. ننتظر لحظات تاخد درجة الحرارة القصوى ليها ونرجع نجرب مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين القصدير بيسيح بسرعة اهو، لأن 450 دي درجة حرارة قصوى اهو. طبعا درجة حرارة ممتازة 450 دي، وجربناها لقينا فعليا هي 450 درجة. طيب خلاص نشيل الفيشة، اختبرنا كل حاجة عن الكاوية وشفنا نوع الهيتر. سعر الكاوية دي يعني موجود على أغلب المواقع في حدود 150 ل 225 جنيه مصري، أو نقدر نقول مثلا من 4 ل 5 دولار، ولكن أنا بصراحة جايبها في عرض من موقع ايساد.com، نازل عليها عرض ب 90 جنيه فقط، يعني أقل من 2 دولار، وده سعر ممتاز. طبعا دايما بنصح إن ننتظر، لو محتاجين حاجة في عالم الإلكترونيات أو في التولز بتاعتنا ننتظر ونشوف أكتر من موقع، واللي يعمل عرض عن منتج معين ويكون طبعا موقع موثوق فيه زي ايساد.com نجيب الحاجة، لأنها طبعا مش هتكون يعني فيها عيوب صناعة، فعشان كده منزلين السعر وبنشتريها في عرض، وطبعا بنستفيد من فرق السعر. فهي نازلة ب 90 جنيه، طبعا سعر ممتاز جدا بالنسبة لكاوية زي دي. الهيتر وحده من 50 ل 70 جنيه، وزي ما شفنا مع بعض الكاوية يعني تعتبر أرخص كاوية احترافية ممكن تقتنيها عندك، ولكن موضوع ان يكون المفتاح ده او الدمر بتاعها يكون عملي او لا، ده انا ما جربتوش لان ما استخدمتش النوع ده قبل كده، عندي انواع كتير ولكن النوع ده اول مرة استعمله. فلو حد عنده تجربة مع النوع ده من كويات اللحام بالقصدير ممكن يسيب لنا في التعليقات رأيه، ولو اول مرة تشوف مراجعة للنوع ده ممكن برضو تسيب لنا رأيك في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو النهاردة مفيد لاي حد محتاج كوية لحام. ان شاء الله في منتجات كتير هنعمل لها مراجعة في الفترة القادمة، فلو استفدت من الفيديو ادعمنا بلايك، ولو أول مرة تتابعنا اشترك في القناة عشان تشوف كل جديد في فيديوهاتنا، وما تنساش تفعيل زر الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل فيديوهاتنا الجديدة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.